نوفمبر 20 بيبر 2 فارينت 1 والسؤال 39. تعالوا نشوف قصته. الراجل بيتكلم عن في واحد من دول ألفا والتاني بيتا، مين هو؟ يا جماعة الموضوع أبسط مما تتخيل ونقدر نحله بطريقتين. أولا ده بوزيتيف بليت، إذن اللي هيروح له هيكون النيجاتيف، إذن أكيد دي بيتا، وده نيجاتيف بليت، إذن اللي هيروح له هيكون البوزيتيف، إذن أكيد دي ألفا. دي طريقة. الطريقة التانية يا جماعة، إحنا خدنا قبل كده إن البيتا بتتعوج وبتغير اتجاهها أكتر من الألفا لأن البيتا خفيفة، إذن من غير ما أعرف حتى مين بلس ومين ماينس أنا أقدر أقول لك إن دي البيتا، تمام؟ إذا الإجابة هتكون البي هي البيتا لسببين، هي النيجاتيف راحت للبوزيتيف بليت وكمان انحرافها كان قوي جداً.